بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدت لكم خوتي من جديد بعد مدة كبيرة بزاف، راني تغيبت عليكم بالك لمدة تقريب 25 يوم مع السخانة والجو ونقص المواضيع. اليوم راني جيتكم في موضوع جديد اللي هو كيفية كما راكم تشوفوا هنا. عنوان الآن مخصص باليوتيوب، بيولي عندك عنوان خاص بك انت في قناتك على اليوتيوب. ندخل قبل ما ندخل في الموضوع، اول حاجه كما راكم تشوفوا هذه القناه اي فيديوهات جديده بزاف ان شاء الله تكون مع الوقت. تدخلوا ضربوا لنا طلع على القناه، ما تنساوش تفعلوا الجرس كما راكم تشوفوا فيه هنا. عندكم هذا جروب عالم التكنولوجيا، الجروب راكم تلقاو فيه حوايج بزاف من كل نوع، شروحات، برامج، اخبار رياضيه، تقنيه، معلوماتيه، اي حاجه تخصكم. وفيه يوجد ادمينات خاوتنا معنا. عندكم تانا صفحه بنى المعلوماتيه كما راكم تشوفوا فيها برامج جديده، شروحات حتى هي. وعندنا الموقع تانا رانا في مازلنا ما وجدناهش مليح، هو بنى المعلوماتيه حتى هو. نرجع لموضوعنا، اول شيء تدخلوا ليه راكم تدخلوا على هذه القناه. اي انسان عنده قناه يدخل للقناه كما راكم تشوفوا هنا، والمستحسن تقلب اليوتيوب تاعك عربي من هنايا من تحت باه تقدر كيما نقولوا تفهم مليح الموضوع اللي رانا نحكيو عليه. تروحوا لهذه الحاله والميزات، تروحوا لهنا عنوان ارل مخصص، انت مؤهل للحصول على عنوان ارل مخصص، يمكنك المطالبه به من هنا. اول شيء باه دير هذه المعلومات لازم تكون عندك كل شيء تاعك مفعل، حقوق الربح، البث المباشر، التحميلات، فيديوهات اطول، باه كيما نقولوا يقبلوا لك العنوان الارل الخاص بالقناه تاعك. ندخلوا لهنا نديروا تفعيل، نفعلوه هنا، يعني تخرج لنا هذه النافذه. نروحوا انت مؤهل للحصول على عنوان ارل مخصص يمكنك المطالبه به، باه يقبلوا لك هذا الشرط. لازم تكون في المحتوى العربي تاعك تكون راك قابل مقبول من كلش، كل شيء مفعل عندك، ما تجيش حاجه ما غير مفعل، ولا ما تبقاوش كيما نقولوا تقول على مصلحه الناس ولا حاجه. ندخلوا لهنا من هنا، شو شيء قلنا هنا، الحصول على عنوان ارل مخصص، سيظهر العنوان على يوتيوب على النحو التالي، يجيك youtube.com/thebona، يرجى تحديد خيار الاطلاع على مظهر قناتك على اليوتيوب، جيني ذو بونا او بونا المعلوماتيه او ذو بونا ولاحقها من اختيارات، تسمى نقدروا نزيدوا احنا حوايج، ولا بونا معلوماتيه ولاحقه من الاختيارات. احنا نحاولوا ان نخيروا بونا المعلوماتيه ونزيدوا حاجه مليحه مثلا معانا. نروحوا هذه الاخرى، خيروا الاخرى ونديروا هنا بونا المعلوماتيه ونكتبوها مثلا اون فرونسي بونا انفو، انفو معناها انفورماتيك. يقول لك لا يمكن لعنوان ارل المخصص ان يشتمل على حروف من ابجديه مختلفه. يقعد يقول لك مش ماجيسكيل مينيسكيل، نرجع هكا هكا كيف كيف، نرجع نلغيو الامر. حنا نقول لك نعاود من جديد، نروح للخيارات اللي يعطيهم لنا هما. هذيك تحب تزيد تقدر تزيد، مي بصح حاول كيف انك تركب الجمله تاعك صحيحه. انا حاب نخير هذه بنى المعلوماتيه الثانيه كما راكم تشوفوا، باه يولي العنوان الار تاعي الخاص بيا باسمه بنى المعلوماتيه، باه اي انسان يدخل يلقاها ديريكتومون بنى المعلوماتيه. من في لي موتور دو ريشيرش اي واحد يكتب بنى المعلوماتيه او اي انفورماتيك ولا حاجه تخرج انت الاول في كما نقولوا في البحث. نروحوا نديروا لقد قرات بنود استخدام عنوان ارل مخصصه ووافقوا عليها، نكليكيو هكا ونديروا تغيير عنوان ارل. هنا جينا بعد تاكيد عنوان ارل المخصص هذا لا يمكنك تغييره مجددا او نقل عنوان ارل الى شخص اخر، نديروا له تاكيد الاختيار. انا راني قابل بنود المعلوماتيه انه يخرج لي في الموتور دو ريشيرش الفوق، نديروا تاكيد الاختيار، ننتظروا قليلا. لم يتم العثور على هذه القناة. هنا يقول لك تنتظر كيما نقولوا حنايا من ساعة لساعتين لحتى 24 ساعة، راح ننتظروا وبربي ان شاء الله في الفيديوهات القادمة راح تلقاو العنوان الارل تاعي يوتيوب كيما راكم تشوفوا هنا الفوق بنى المعلوماتية يوتيوب. ان شاء الله نتمنى انه فيديو اليوم عجبكم خاوتي.
راهو موضوع جد قصير ونعرف باللي الناس بزاف كيما ما تعرفش هذه الفكره. ان شاء الله كامل للناس اللي عندهم قنوات مفعل فيها كلش تحقيق الدخل، لي زابوني تاعو مريقليان كلش تاعو مقبول، وانه يروح يفعل هذه الخاصيه باه يولي عنده عنوان ال خاص به هو وحده. السلام عليكم خاوتي.